صباح الخير. ولا عندك القعره؟ ثاني العيد ثاني العيد ثاني العيد ثاني العيد. شوفوا الفطور ديالنا، هذا الفطور ديال الويده. انا يلاه فقت الويده ديالي، فقت بكري مع 6 ديال الصباح. ما قدرت الخبز ويدير لنا الرفيسه العاميه هكا. قالت لك لا لا قولوا الرفيسه الرفيسه. قالت لك باش ما شفتش الخبز ديال البارح باش ما يخسرش. هي طيبه الخبز الجديد، ولكن قالت لك داك الخبز ديال البارح خاصكم تاكلوه باش ما يبقاش. هذيك السلميه كاع ما درتش لنا وعمرت لنا اتاي. مسكينه دارت لنا الفطور. احنا يلاه انا يلاه فقت، راه تسمعوا صوتي مبوق. يلاه فيقه يلاه فيقه. ومسكينه شدت لي ايليان حيت عييت البارح. شدت لي ايليان عبد الرحمن كحاز، عبد الرحمن كحاز. شدت ليا إليان حيت أنايا فقت معطلة، شداتو ليا ودارت الفطور. فقت أنا لقيت الفطور، هي أختي الكبيرة مسكينة هي كاينة. شتوها داو يا طهيرة، خديها لها موريها لك وجهك خديجة، لها موريها لك وجهك. هادي راه أختي الكبيرة البنات، شتو هادي اللي كاينة هنا حدا إيان، هادي هي أختي الكبيرة. هادي بحال ما دابا هادي نهار تمشي ما الله يجيها. كاينة هاد خديجة عايشة تنشد نبرتي بنات بنات. نهار تاني هذا ديال العيد الصباح عاد فطرنا ومشيت بدلت حوايجي. سخت عليا دوك الحوايج باش كنت ناعسه، المهم بس حوايجاتي صافي. دابا جات عندي انا كنت كناكل الحلوى، دابا جات عندي الزهره اختي حتى هي راه كاينه عندي. اختي خديجه اختي الكبيره عاود تشد بهاد اللي هديهاش مع ربي. دابا انت يا خديجه الا بنتي شنو غادي يوقع؟ علاش؟ وليني اختك تقولي علاش؟ كاين شي سبب؟ لا علاش؟ حيت اشنو السبب؟ اشنو السبب اللي يخليك تباني؟ علاش؟ كنت عندي الزهره اختي ولدها نوريها لكم دابا فاش كنجي خوتي مساكنه. انا والله ما كنحط يديا في الماء، ما طيبت ما والو. ها لا لا ما والله ماشي انا ما كنطيب ما كنحط يديا في الماء. كيجيو مساكن كيديروا كلشي. انا يلاه غادي نجمع الدار ندوز على واحد الشباب باش نطلق ليه الكليمه تبرد حيت قوت الناس خارج داخل سخنات. نطلق فيها الكليمه شويه. سينا مساكن فاش كيجيو كلشي هما كيديروا كلشي كلشي كيديروا كلشي. منطقطق في الفلوى خليها غندخل مع الماكن مع الماكن مع الماء وخليها هي خديجة تدخل الماكينة مع الماء. خديجة حال فعلا دوسة. المهم خاطر اختي وقولي عاك كلمة خلي كلمة خاطر هضري يلاه يسمعك. المهم كي دايرين لاباس عليكم كي راه هضري كاع هضري. ها انت صوتك عورة صوتك ياك خديجة الصوت ديالك عورة. هضري غيسمعوك. قولي مبارك عواشركم. قولي مبارك العواشر. عم كيسمعوا سجي حدا التليفون. هادي راه خديجه قلت لكم هادي راه خديجه اختي الكبيره. هي الكبيره كاع بحال بحال من المهم من بعد من وريتها حتى نوريك حتى انتيا واخا معليا شعرك. هالزهره هي كاينه محيحيه هنا الزهره جات لي مع الصباح مع بون بير. قالت لك جايه ناويه تفطر معنا نقاتنا فطارنا ونوضت دير نوضت قالت لك دير الغدا دابا كتفور لنا الغدا. غنوريكم دابا الفرد الا كتفور الغدا. المهم انا فاش كيجيو ما كنلقى حتى شي حاجه. هما اللي كيديروا كلشي مساكن معهم حاد كاع تبارك الله عليهم خفاف خفاف. انا ثقيله انا عارفه اني مساكن يلاه واحلى مع ولدي كيديروا كلشي مساكن كلشي. شفت الفيديو قيل هانتوما البنات شوفوا ها الزهره عاد جات دخلت نيت المسكينه للفرد. قالت لك جايه تفور اليوم ثاني العيد جايه بتفور. دخلت دارت الطاجين من حط الطاجين زهره دارت لولدها الطاجين. ما ياكل الكسكسو ولا ما ياكلش الكسكسو هاد ليله ولدها ما ياكل الكسكس ديال الطاجين. ها رينا الطاجين ها رينا خليك الطاجين ها رينا الطاجين. الطاجين هادي لولدها هذا هو هي وبدر الدين. أيه ودارت لنا الكسكس يا لاله ومغطيها بالبلاطو. مغطيها بالبلاطو على خاطر البرومه كاينه ما ديال البلاطو باش يتسد مزيان باش يتبرز مزيان. ها رينا شوف الكسكس ديالها ها هو ها هو ما بغيت زاد بغيت زاد جوج كساكس مازال جوج مازال هي حماها. اه قلت لها غير غداو عندي كل يوم اليوم زاد هذا على التفيره الاولى ديال الفار التفيره الاولى هذه التفوره الاولى. التفوره الاولى فوالا عندها ماشي مزا بنزيد ليه مالطيشة وبنزيد ليه هذا ماشي عارفين. دخلتها طيب مسكينه دخلتها البيت الخزين طيب فيه فيه الروينه مرون باش ما تسخن ليا الدار وترون هلك السمع الحق السمع. ما نكذبش عليكم الكسكس كيرون الدار انا شي عيد مربجه حيت مثلا ما تقاد جات بيت الخزين عمرها محاشي فيه غير لاسبيغاتور وداك الشيء تنقادو باقا فيه ملصقه فيه السيما كنسدو كنخليها فيه حتى ما تسخن فيه تتموت. دابا دخلتها دخلت البيت الخزين سدت عليها خلاها تما تتعيط تشبع مزيان تاليك سكسو تعاود ترجع ما كتسخن ليا البيت فيه السخونيه وانا الدار بارده ما نكذبش عليكم خلاها تما طيب حتى ها الروينه الروينه كيدير الروينه بزاف الكسكسو. واش تشعل مد اليوم ماشي البقاو اليوم مد مشيت ما نحرق وجهي.
بخرتكم بخرتكم من العين بخرتكم بجلدة بخا فين ما تشوفوني تقول واخا دابا غتبقاو تقول واخا هنايا خلي الدار تبخر شويه نعاود الثاني حيت واحد الدار كبيره ما قادش فيها والو ما يدير فيها والو مع بدر الدين شفته سلام بدر بدر الدين ولد الزهرة كيتفرج كالمي شاد ركنه وكيتفرج شتي قلت لكم كلشي عائلتنا حنا فيهم الكالم كالمين بزاف اكثر من القلب الكالم ساكتين ساكتين انا نمشي نجمع داك الصاوي دابا الحيط داك ضريب باش ندوز واحد الشوف على الطاح I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. بنات بننات يا خيتي يا خيتي بارك الله واش عاوتاني مره اخرى النهار الثاني البنات هنايا راه فقنا في الصباح راكم عارفين كتكون شويه تاع الروينه ولكن الحمد لله بعد هذا الانسبيراتور الحمد لله رحمه من عندي الله رحمه من عندي الله هنا كان انسبيري ما درتش الجفاف حيت انا عارفه غتوسخ غادي درت الانسبيراتور وكنجمع ديك الغبره وديك الرمله اللي كيدخل ليا من الجرده ولاد خوتي راه تبارك الله البنات راه كل وحده جايبه معها ثلاثه حاجه باه اختي عندها خمسه يعني والاخر يجيبوا معاهم ثلاثه كل وحده جايب معاها ثلاثه قال لي جيب معاها جوج عرفت راه الدار عمرات بالبيان المهم دوزت راه غير لاسبيغاتور باش ما نلقاش التعاقب عاوتاني عليها دوزت غير لاسبيغاتور هكا على الدار حيت راه كانت معلكه نعاود لكم كيفاش معلكه بالطرب للرمله عرفتوا الرمله كيحلوا الشرير عارف انتوما خايفين عليكم الدراري الصغار اللي كاين في الدار شي خارج خصوصا الناس اللي عندهم العائله كبيره والدار كبيره والعائله كبيره لا شي داخل شي خارج شي داخل شي خارج الدراري الصغار يدلك راه ما كيهناوش زعما كيجلسوا فواحد البلاصه والله لا يجلسوا خا يخرج هو ما يدير والو يخرج غير الجرده يشوف ويعاود يرجع يعاود يرجع يدخل الدبان انا عساله صافي حبيبي انا عساله الدبان باش ما يدخلش ما بغيت الدبان يدخل اما الوسخ كيتجمع داك الدبان اللي كنكره انايا كنكرهو تعرفوا علاش كيبقى يبزق في الحيوطه بيضين وكيدير ليا شي طراس في الحيطه بيضين ما كنحمش بحال هكا كنبقى هازه الشيفون كنمسح فيهم ما كنحمش انا داك التراس بيضين ديال البزق ديال الدبان ما كنحملوش ميم دوزت هكا غير اسبيغاتور طلقت شويه تاع النظف الدار اصلا هاسبيغاتور بلا ما دوزي الجفاف هي راه كتلحس الارض كتخليك غير شي طاش الا كانت طاشه خاصها الجفاف ميسينا الوسخ كتحيدو من الارض كتمص الوسخ كتمص طاش شنو هي كتمصو والله العظيم الا كتمصو كتخليها نقيه تقدري تمشي فيها برجلك ما تهزيو خاوسخه انا كنت كتمشح فيا انا واقيلا هنايا ورجليا ما كانوش مسخي كتمشح فيا انا وكنشطب وهنا نيت اصلا كنت كندوزها اختي قلت لكم كانت كندوزها اختي الكبيره كانت كتشوف فيا تقول لي اش هذيك الاسبيراتور هذاك الشيء زوين هذاك الشيء كيشوف كيبان ليها كانت ديك البلاصه عامره بالرمله ومن بعد ما بقى فيها والو سماطها قالت لي زوين هذاك الشيء قلت ليها وريتها الثمن ديالها وقالت لي واحد تنفكر ونشوف واش غادي نشريها ولا واخا نشريها غير بالكريدي قالت لي اشريها بالكريدي مع الجفاف مع هي عندها مشكله هي عندها في مشكله في الظهر وخصوصا الناس اللي عندهم مشاكل ديال الظهر بزاف الناس اللي عندهم مشاكل ديال الظهر عندهم المشاكل ديال الحساسيه هذا الاسبيراتور راه ايديال لكم البنات ايديال 100% لكم
حيت حتى هي عندها واحد المشكل ديال الدار، ما كتقدرش تحضر ما كتقدرش تجفف، وانا هي نفس المشكل عندي ديال الدار، ما كنقدرش نحضر به، كيضرني ما عرفتش علاش مي كيضرني. Pointing, blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me, that's why I give you everything. How did you cross by the storm? المهم ما تسمعوا حتى شي حاجه. الكسكسو ديالنا ديال الزهره درتو بالكرداس، لا القديت لا شي حاجه، قاعد بالكرداس الكرداس من العام. المهم كاين الكرداس ديال العام هذا. بنين بنين كوكو بنات، صافا لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم ما عرفتش خليت معكم البارح الفيديو، والله ما بقيت عاقله نكذبش عليكم، على ما اظن خليت معكم كلنا كنشرب قهوه وحليب في الجرده، على ما اظن داك العقل كينفعني بعدا نشرب قهوه وحليب مع العائله داكشي. المهم بعد ما جاو عندنا العائله راه عارفين راه تفرقوا في الليل، كنا حنا وخوتي درنا، الناس اللي متبعيني في الانستغرام يعرفونا شنو درنا، عرفونا واش جلسنا كنشطحوا، جلسنا كنغنيو، جلسنا كنديروا كنتفرجوا في الافلام. اش انت بغيتي تسكت تخليني نصور؟ لا نو 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 نو، واحد الدويصر هذا ما يمكنش يخليني إليا نصور، ما يمكنش. قلت لكم وصافي، اللي متبعينيش في الانستغرام ما خاصكم ضروري تبعوني في الانستغرام، ضروري ضروري. 11 طبيبه ديالي مقيده لكم في الروسيطه ديال الطبيب. تبعوني في الانستغرام على سميت القناه حياه فلوغ، حتى هو نفس الشيء تلقاوه حياه فلوغ، راه فيه 113000 ابوني، يعني 113000 ابوني. بيلي بينو انشويك يا بيلي. المهم
قلت لكم واحد السؤال تكرر وقلت بلا ما ندير عليها انا فيديو ندير لكم التشويق وندير لكم الافلام الهنديه ضربني البرد حيت درت لكم الافلام الهنديه والتشويق الا بغيت ندير الافلام الهنديه والتشويق عطى الله ما ندير فيه عطى الله بحال البنات نقول لكم راجلي انا اصلا دابا مشاو انا غنطلقوا مهرجان شو تا 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 انا راجلي تقريبا دابا شي 20 يوم صافي قرب يكمل شهرين 20 يوم بقات لي 10 ايام 20 يوم صافي اش غادي نقول لكم واحد السؤال يتكرر السؤال يتكرر دائما راجلك غير شاف رمضان وصل هو يهز باليزتو هو يمشي ويمشي لدارهم باش ما يصومش رمضان لا غلط كبير راجلي كيدوز معايا كل عيد رمضان عام ما كل عيد كيدوز معايا رمضان هاد المره مشى على قيتاش الا قيتاش الوليده ديالو مريضه بزاف ماشي بشويه مريضه بزاف ماشي زعما قبل لكم هكا غادي اختي شي غتبان قلت لكم مريضه بزاف الوليده ديالو بزاف اكثر من القياس يعني الله اللي يعلم بها كيفاش مريضه خاصو يمشي يشوف الوالده ديالو حيت غبر عليهم راه تقريبا ملي بدات كورونا راجلي عمر ما سافر باش نكونوا واضحين ملي دخلت كورونا للمغرب عمر راجلي ما حط رجليه في برا ولا مشى سافر ولا شي حاجه بحال هكا جلس معايا واصلا عرفتو ملي بدات كورونا انا يا الحماله ديالي خيب ما يقدرش يدخل يمشي ويخليني خاصو يقابل الدري خاصو يقابل الدار والخدمه وهذا الشيء داكشي مهم ستريس عام ونص ما مشى شاف والدي عام 8 شهور ماشي عام كاع 6 شهور عام 8 شهور اي يعني قرب يكمل عامين ما شاف والدي بخير يشوف والدي حيت الوالده ديالو مريضه وفي حاله غراف يعني تري غراف حيت انا كون ما كانش كيصوم راه ما عنديش مشكل غنقول لكم ما كيصومش نعم واخا ماني جايه قلت لكم ما واخا ما انا يمكن نصور معكم فيديو انا زعما هكا انا زعما فاس كاميرا نهضر معكم فاس كاميرا هكا امبوسيبل عندي واحد كيغوت وعندي وحده ما كتعوض فاس كاميرا ممكنش نهضر معكم فاس كاميرا كيعجبني نهضر فاس كاميرا ولكن ما نقدرش نهضر فاس كاميرا على سبب الصداع اي حاجه باغا جات هي تغوت ماما تما انا سربي دغيا نهضر لكم قلت لكم انا وكون ما يعني لما كيصومش نقول لكم ني شر ما كيصومش راه ما عنديش مشكله هو اجنبي يقدر يصوم ما يقدرش يصوم الا قادر يصوم ما قادر ما يصومش كيتعلم كيبقى يتعلم انا الصلاه هو اللي ما كيصليش راه اللي كيصلي ويقطع يعني هي نقولها لكم جيتكم الصراحه النهار الاول قلت لكم هو كيصلي ويقطع ولكن الصوم راه كايصوم كيصلي ويقطع وتقريبا راه نقول لكم راه 30% ديال المغرب راه كيصلي ويقطع الا ما كانش نص ولا اكثر من نص في المغرب راه كيصلي ويقطع يمكن شي واحد الا من رحم ربك هو اللي متبع في الصلاه ديالو شادهم كيقطع ما يفلت حتى فرض ما كاينين الناس كيمشيو للعراسات كيفلتوا لي فروض كيمشيو كيجو عندك العائله كيكون عندك الروينه كثر كتفوتي الفروض ديال الصلاه يعني انا ما عنديش مشكله راه الا شي حاجه نقولها لكم من هنا راسي ما انت خليتها نعود نصور عاد تهضري ما طرح ليها بزاف لا دابا فاش كتجي دائما عندي العائله دائما خاصو يهرسوا ليا الماء عندي بالدار يهرسوا الروينه عاد يمشيو والله العظيم عندي واحد روينه في الدار ما نعاودش لكم قلت نبدا نهضر نجمع معكم قلت خلاص ندير معكم هذا الفلوق هو الاول عاد ديك الساعه نبدا نوريكم الروينه ديال الدار كيفاش دايره عرفوا كيف ولات عندي الدار ما نعاودش لكم الزرده اصلا مخربقه وزادت كاع تخربق اكثر من القياس قلت لكم ان شاء الله راجلي ما بينو بينو حتى شي حاجه راه مخاصمي انا وياه ما كاين لا طلاق لا الناس اللي كيسولوا كيقول لك ياك مهرب عليك خلاك ناري ناري قلت لكم ما تخافوش الناس اللي كيسولوني في الانستغرام كيدوزو عندي على الانستغرام ما تخافوش ما كاين لا طلاق لا خصومه غير طلاق غير خصومه كون بغيت ندير بها البوز كندرت بها البوز شحال هادي نقول لكم حتى انا راجلي راه مشى ما بقاش بغا يرجع ما راجعش اصلا كاع نقول لكم ما راجعش نخليكم ما كنحمش البنات نكذب عليكم نتوما متبعيني الصدق ديالي يعني ما غاديش وانا نكذب عليكم نقول لكم باش على حساب البوز نقول لكم راه راجلي كان في يوم يقول شهر 20 يوم كان في يوم يدير فيها قصه ويقول راجلي مشى وقنط مني ومبقاش بغى مبقاش انا نقول لكم غير مبقاش عاجبه حياتي ما ولا الحياه ديالو هنايا وغير يرجع لبرا وانا مبغيتش نرجع لبرا واخا انا في المدى راجلي غنتبعو كان برا كان في المغرب غنتبعو مبقاش بغى يجلس معايا بغى يمشي برا وندير لكم منها عطى الله ما واش تهاد 20 يوم وعطى الله ما نخترع منها والله العظيم كون بغيت غنخترع منها افلام غندير فيها افلام انايا ولكن انا ما كتعجبني ديك القضيه ديال هو كيقولوا هو ان الناس كيستحمروا عباد الله كيديروا لهم قصص
رديله ماشي حتى الرداله، عطوا الرداله الانحطاط كيدير لهم قصص منحطه رديله كيقول لهم هذه هي الحقيقه، هو راه يكذوب في كذوب في كذوب في كذوب. سمعتوني دابا فين شتوني واش درتي لكم انا القصه دابا ما هضرتش معاه، فين شتوني انت واش بصح هضرت معاه ولا ما هضرت معاه ولا انايا تفرقنا ولا تفرقنا؟ طبعا ربي اللي عالم، انايا يعني انا نقدر نختار عليكم اي قصه بغيتها نديرها. نعم كبدبد كتشوفوني عيانه ياك، كنهضر معكم وانا عيانه حيت كنشوف واحد الدار كيفاش ولات، واحد الجرده غنرد نورد هاد الشجر، واحد الجرده ما نعاودش لكم. قال لك حياه جمعي، شتو انا بحالي، انا ما يجمعش بحالي اللي عنده بحال عائلتي، انا كون فامي زعما عائلتي كبيره بحال هكا ولاد خوتي، لا انا نقولها لهم قدامهم باش ما تقول لي قالت عيري خوتك ولا شي حاجه، عادي داكشي فينا عادي، نقولها لهم قدامهم نقولها لهم وراهم، نقولها لهم قدامهم اللي عندهم. وواحد الجرده كيفاش ولات بحال ما عمرها ما تجمعات، قال لك حياه تجمعي اش تجمعي؟ تجمعي ويجي واحد يرول لك خليها هكاك مرول، حتى بعدا يجي يرول فيها ما تبانش فيها، انت تجمعي تدعيها في الاخر يجي يرول لك دغيا ويمشيو دغيا دغيا. بيت فيه جاو عندي يومين خرجوها مني، خرجوها مني. ها المهم دابا راه غنبدا نجمع فيها بشويه بشويه، كاين الدار مرونه، كاين الجرده مرونه، كاين البيوت مرونين، كاين الصابون، كاين الماء، كاين ماشي الماط، كاين داكشي باش فرشوا داكشي اللي كينعس، كاين نعس في الناموسيات، كاين اللي فرش في الارض نعس فيها، يعني دوك اللي فرشوا في الارض نعسوا فيه داك بحال دوك اللي ماشي الطابيات، كاينين الطابيات وكاينين داك باش كنتغطاو، هادو كاين شي حاجه غتصبن وصافي راكم عارفين. كاين ميد قال نعم حبيبي، وهاد إليان كي غوات ما عرفتش فين ندير ليه. يلا نسد معكم هنايا، نتمنى نكون جاوبتكم على اسئلتكم. ما تخافوش داكشي كله من داكشي اللي كيجيكم في المخيله ديالكم ما كاينش، سبب انه راجلي حاصل تما حيت ما حاصل لحساب طياره ما عرفتش واش غيدخل، كيقولي كنعيطو بغا نريزيرفو الطياره، كيقولنا خاصكم الورقه باش يدخل. فاش كان مشيت للمطار تاع اكادير قلبت سولتهم قال لي راه ما خاصك حتى ورقه، قول لي غير يجي يدخل، كنبغوا ريزيرفو بيا كيقولنا خاصكم ورقه ولوتوريزاسيون باش تدخلوا للمغرب. يعني دابا هو حاصل تما لحد الان وما عرفنا شنو غادي نديرو، واش غيجي واش ما غيجي الله اعلم، ما نكذبش عليكم ما عارفاش. ديما كنعيط انا ويا، ديما كنهضر انا ويا كنعيط بالسوايع بالساعات، وكيبقى يقول لي ما عرفتش شنو غادي ندير، هو كان عليه وضروري خصو يدخل باش يشوف الويده ديالو توقع ليها شي حاجه ولا شي حاجه، دابا ما يبقاش فيه الحال. عرفت ويا ديالي، المهم ويا ديالي واحد وصلت واحد واحد المرحله حرجه جدا حرجه، هو دخل ضروري يشوفها كما قلت لكم باش ما يبقاش فيه الحال. ودابا الطياره ما لقاهاش، ماشي ما لقاش الطياره، الطياره كاينه غير كيبغي ريزيرف الطياره، كيقول لي خاصك واحد لوتوريزاسيون باش تدخل، وديك لوتوريزاسيون كنمشي للمطار انا كنقول لهم اشنا هي هاد لوتوريزاسيون اللي خاص راجلي باش يدخل، كيقول لي راه ما كاينه حتى شي اوتوريزاسيون كيقدر راجلك يدخل وقت ما عجبو وقت ما بغى. كنعيطوا لهم في لو سيت كاتبين باللي اوبليغاتي اوبليغاتوار اوتوريزاسيون، باش كيجيو في الحقيقه ما كاينه حتى اوتوريزاسيون، ما عندنا شنو غنديروا. التليفه كتعيط في جميع الارقام ديال القنصليه ديال لي زيغوبور حتى شي واحد ما كيجاوبك، ما عرفنا باش غنديروا والله العظيم ما عرفتش كيفاش غادي يدير. دابا وانا خليته كيقلب يشوف شنو غادي يدير واش غيلقى شي حل ولا لا، وديك ساعتها نتوما الا كايناش في جديده حنايا مجموعه. يلا طلعوا فراسكم تمشي لشي شويه مكالمي بحال هكا، رانا هكا اش كيكون عندي الروينه ما عرفتش نشد منين نبدا، كنكون مكالمي بحال هكا والله انا كيجيني واحد الكالم بحال هكا ما عندك يطيح عليا كينزلوا عليا الله، كنقول كالم واش حياه ترونات اصلا ترونات غتجمعيها ما ترونات غتجمعيها، نتكالموا واحد شويه صافي. ويلا بابا عليكم ها، يلا بابا عليكم الناس، خلوا في راسكم.